الرئيس السيسي يتفقد منتجع ماسة العالمين ومشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب. القاهرة تستضيف اجتماعا بين وفد من قوى الحرية والتغيير مع قيادات الجبهة الثورية السودانية. الهند ترفع درجة التأهب الأمني إلى القصوى بعد ورود معلومات عن مخطط لشن هجمات بالعاصمة ومدن أخرى. التاسعة مساء السابعة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي منتجع ماسة العالمين وذلك عقب صلاة عيد الأضحى المبارك، واستمع الرئيس إلى شرح تفصيلي عن مختلف مكونات المنتجع، كما تفقد الرئيس مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. أدى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الماسة بمدينة العالمين الجديدة. الله أكبر. اللهم إنا نسألك من موقعنا هذا أن تحمي مصر وأن تحمي شبابها من كيد الكائدين وغدر الغادرين، وكل عام وأنتم بخير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السيد الرئيس قام عقب صلاة عيد الأضحى المبارك بجولة تفقدية بمنتجع ماسة العالمين، حيث رافق سيادته الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من السادة الوزراء. بيتكون مشروع فني من 6 أبراج، البرج 1 و2 والبرج الثالث عبارة عن فندق، الفندق عبارة عن 750 غرفة، غير الفندق الصغير فيه 102 غرفة، يعني حوالي إن شاء الله القوة الشعبية بتاعتنا 850 غرفة فندقية. منطقة المارينا حوالي 650 متر، تم الإنجاز منها حوالي 80%. منطقة الخدمات دي فنن ضم الشرر وغرفة المحولات وغرف التكييف، وتم الانتهاء منها بالكامل، وتم الانتهاء من الانفراستراكشر بالكامل للمشروع بالكامل فن. وقد استمع السيد الرئيس إلى شرح تفصيلي عن مختلف مكونات المنتجع. بعد ذلك قيام سيادته بمشاهدة فيلم تسجيلي حول المشروع، حيث أشاد السيد الرئيس بحجم الإنجاز الذي تم بالمنتجع بما فيها الأبراج السكنية والمول التجاري ومسجد الماسة، فضلا عن أكبر فندق بالساحل الشمالي ومنطقة مارينا اليخوت. واختتم سيادته الجولة بالمرور على الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأعرب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن تمنياته بأن يعيد الله عيد الأضحى المبارك على كل أسرة مصرية بالخير والتراحم والتسامح، وعلى مصر بالأمن والسلام. هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، هنأت الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى، وقالت عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك:
كل عام وشعب مصر العظيم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك الذي يحمل في أيامه المباركة السرور ويعلي في نفوسنا قيم التراحم والتسامح. عاده الله علينا وعلى مصرنا باليمن والبركات. تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، وانتهت أعمال تلك اللجان إلى انطباق القرار على 1024 نزيلة ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو والإفراج الشرطي عن 610 من نزلاء السجون. مع أيام مباركة قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يدخل الفرحة بعد ساعات قليلة من صلاة عيد الأضحى على 1634 سجين بعفو رئاسي، منهم 610 بعفو شرطي، وذلك بعد استيفاء الشروط للمفرج عنهم قبل باقي المدة. فجأة لقيتهم بينادوا عليا بيقولوا لي يلا عشان أتروح جالك إحفاء من السيادة رئيس الجمهورية. فسيادتك أنا مش متخيل الموقف، يعني ما نمتش من اللحظة من ساعة ما سمعت الخبر امبارح. والله أنا بشكر ربنا من عنده ومن الحياة ان انا ربنا كرمني وطلعت في العفو هذا. فقضيت سنة وبعد السنة جاني عفو رئاسي، فجأة كده بيقولوا لي يلا عشان اتروح. طبعا احساس ما يتوصفش يعني. ده بفضل طبعا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو مرعان بينا، فجعل لنا افراج في شهر مبارك وكريم، ان نجعلنا في وسط اهلنا نعيد معهم. واقول دايما تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر ونفيد مصر. توجه الدولة المصرية نحو إصلاح المجتمع طال السجناء في محبسهم حول ثقافة الالتزام والتعلم ليصبح بعد خروجه عضو فاعل في المجتمع. علمونا مهنة الحدادة واشتغلنا فيها كويس، وإن شاء الله بأمر الله نخرج برا نبدأ حياة جديدة. التجربة اللي أنا عانيتها في الكام شهر اللي أنا قعدتهم هنا في السجن، فده بيمنعني إن أنا أفكر بدل مرة مليون مرة أو لا أكاد إن أنا أمد إيدي إن أنا أمضي أصلا أمانة لأي حد. طيبت القيادة السياسية إذن وبعد تنفيذ القوانين ومن خلال أجهزة وزارة الداخلية البعد الإنساني عند مساجين أتم جزء من المدة لتكون البقية منها في أحضان ذويهم. تواصل وزارة الداخلية جهودها لتأمين المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك في أنحاء الجمهورية، نتائج نتابعها في هذا التقرير. تتواصل استعدادات وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك. فعلى صفحات النيل الخالد انتشرت قوات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات لفرض تواجد أمني فعال يشعر معه المواطنون بالطمأنينة ويحقق الردع لأي تجاوزات أو حالات خروج عن القانون. حماية المواطنين كان الهدف من عمليات التفتيش على العائمات والمراكب النيلية للتأكد من توافر وسائل الأمان وسلامة تراخيص تشغيلها، فضلا عن التشديد على عدم تجاوز الأعداد المقررة لمستقليها، وذلك حرصا على سلامة المواطنين. وعلى الطرق السريعة استعدت الإدارة العامة للمرور للتعامل مع الكثافات المرورية التي تتزامن مع فترة الأعياد والتي يقبل فيها المواطنون على استخدام تلك الطرق بين المحافظات المختلفة. الرقابة الفاعلة وتأمين المسافرين هم الهدف من تسيير الأقوال المرورية على كافة الطرق، فضلا عن تواجد سيارات الإغاثة المرورية لنجدة قائد مركبات في حالة المواقف الطارئة.
وإلى المسافرين عن طريق القطارات. الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حاضرة وبقوة لتأمين المترددين على الأرصفة والمحطات وفق خطة أمنية متكاملة وخدمات أمنية منتشرة على مداخل ومخارج المحطات وأخرى داخل عربات القطارات، جميعها مدربة ومجهزة لفرض مظلة تأمينية شاملة على حركة المسافرين. كل هذه الاستعدادات التي اتخذتها وزارة الداخلية تأتي وفق خطة أمنية لفرض الأمن وتأمين جموع المواطنين خلال احتفالهم بعيد الأضحى المبارك. الأسر المصرية بالكامل هي اللي بتقدم الأبناء والشباب اللي انتم شايفينه ده، واللي هو بيقدم حياته ودمه من أجل مصر. أدى جموع المسلمين صلاة عيد الأضحى المبارك في المساجد والساحات التي خصصتها وزارة الأوقاف بالقاهرة وسط فرحة عارمة. نتابع. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تلبية هناك في مكة وتكبير هنا في مصر، فرحة واحدة اجتمع المسلمون عليها في عيد الأضحى المبارك، فامتلأت ساحات الصلاة في محافظات مصر المختلفة بالمصلين، ترتسم على وجوههم الفرحة والسعادة. بقول لكل سنة طيبين للشعب المصري ولكل مصر، وبقول لهم يا رب تبقوا في سعادة ودايما بلدنا تبقى في أمان ورخاء يا رب إن شاء الله دايما بإذن الله. فرحة العيد طبعا فرحة عشان مع الأولاد ومع العيلة والناس، وحاجة جديدة يعني، حاجة بتحصل كل سنة طبعا، فلازم الناس كلها بتحبها يعني، هي فرحة العيد يعني. صلاة العيد بتسنى طبعا بفرحة بالعيد، والعيد في مصر يعني حاجة جميلة جدا. استعدت محافظة القاهرة والجيزة لصلاة العيد بتجهيز 945 ساحة لأداء صلاة العيد. محافظة الجيزة كان نصيبها 528 ساحة تم تخصيصها بأحياء ومراكز ومدن المحافظة، تم إزالة الإشغالات في محيطها لتتسع للمصلين. الحمد لله رب العالمين، ما شاء الله البلد استقرت جدا وبقينا في أحسن حال. فرحة العيد أصبح ده يعني بنلم كله وكل المسلمين حوالينا، وفي دي فرحة وكل الناس بتفرح فيها. بعد صلاة العيد يحلو لقاء الأقارب والأحبة، فيجتمعون على الطعام الأشهر في عيد الأضحى، اللحم والثريد، فضلا عن الخروج في المتنزهات والحدائق احتفالا بالعيد. لا تزال الحدائق من أفضل المقاصد للمصريين في العيد، حيث شهدت إقبالا ملحوظا من الراغبين في الاستمتاع بالمناظر الطبيعية والاحتفال. الخضرة والماء وبسمات ترتسم على وجوه المصريين أثناء احتفالاتهم بعيد الأضحى المبارك، حيث شهدت الحدائق إقبالا ملحوظا من الراغبين في الاستمتاع بالمناظر الطبيعية، فافترشوا المساحات الخضراء والتقطوا صورا تذكارية وسط نوافير المياه. تغيير جو يعني في وسط الخضرة وهواء كويس، والأطفال برضو تلعب وتجري في أماكن واسعة. بحس بفرحة العيد أكتر يعني في وسط الناس وكده اللي موجودين. الأطفال هم أبطال اليوم، حيث توافدوا مع ذويهم وتعالت ضحكاتهم أثناء لعبهم كرة القدم وفي الملاهي الخاصة بهم حيث الألعاب المختلفة. الجو هنا كويس، في ملاهي الأطفال، في كل حاجة موجودة، مطاعم، يعني أي حاجة الواحد بيعوزها بيلاقيها هنا في الحديقة. جيت النهاردة الحديقة عشان نلعب وتفسح وأحس إن أنا مبسوطة على طول. بابا وداني هنا عشان ألعب وفسحني. وأنا جيت هنا عشان أتفسح، عشان ألعب كورة، عشان أفرح مع صحابي، عشان نروح المراجيح مثلا، نلعب من على التل، كل ده إحنا جينا هنا عشان كده.
انبسطت وقعدت العب ولعبت في المراجيح وكده بس، وخرجت مع اصحابي وانبسطنا. انا قعدت العب مع اصحابي كوره وقعدت العب في النادي، انبسطت النهارده. مظاهر البهجه والسعاده تصدرت المشهد في الحدائق التي تعد افضل مقصد للمصريين في العيد. الحدائق تعد الملجأ الأول للمصريين للاحتفال بالعيد، فهي للكبار وللصغار فرصة لقضاء وقت ممتع بصحبة الأقارب والأصدقاء، حيث المساحات الخضراء الواسعة ووسائل الترفيه المختلفة. شيرين مجدي، إكسترا نيوز. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إن السعودية رحبت بضيوف الرحمن دون استثناء ووفرت كل الخدمات التي تعين الحجيج على أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وأمن وطمأنينة. جاء ذلك خلال استقباله في قصر منى الأمراء ومفتي عام المملكة والوزراء وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون وقادة القطاعات العسكرية وقادة الأسرة الكشفية في المملكة المشاركين في الحج. لقد حفر الله بلادنا بنعم كثيرة، حيث اختصها بشرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهم الحجاج والمعتمرين والزوار، فأدت واجبها مرضات الله سبحانه ورحبت بضيوف الرحمن دون استثناء، وفرت لهم كل الخدمات التي تعينهم على أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر وأمن وطمأنينة، ولم يتحقق ذلك إلا بفضل الله سبحانه وبالجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزة الدولة بكل قطاعاتها. عقدت وزارة الداخلية السعودية مؤتمرا صحفيا للحديث حول آخر مستجدات موسم الحج واستمرار تقديم التسهيلات لحجاج بيت الله الحرام. وأكد متحدث وزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن هناك آلية تنسيق لتنظيم حركة الحجيج وضمان توجههم إلى رمي الجمرات بنفس الاتجاه. كل حاج في مشعر مزدلفة له وجهة تختلف عن الحاج الآخر، وبالتالي هناك حاجة إلى تنظيم دخول الحجاج إلى مشعر منى، هناك حاجة إلى تنظيم حركة الحجاج على شبكة الطرق في مشعر منى، هناك حاجة لضمان توجههم إلى الجمرات بنفس الاتجاه وعدم عودتهم مع الطرق اللي تستخدم في الذهاب إلى الجمرات. هناك آلية تنسيق أو توازن فيما بين كم عدد من يرمي الجمرات وكم عدد الذين يؤدون طواف الإفاضة في المسجد الحرام. لا يمكن أن تسمح بأن يتجاوز العدد عدد من يرمون الجمرة العقبة مثلا في اللي رموا جمرة العقبة في صباح هذا اليوم أن يزيد بشكل كبير عن عدد الذين عن الطاقات الاستيعابية في المطاف. يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات في مشعر منى، حيث يرمون في أول أيام عيد الأضحى الجمرة الكبرى جمرة العقبة بسبع حصوات. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن حركة الحجاج شهدت انسيابية في التنقل وفق خطة التفويج المعدة لذلك، مشيرة إلى تناسق ضيوف الرحمن في رميهم للجمرة دون تدافع في الأدوار الأربعة لمنشأة الجمرات، مع توفر كل الخدمات الأمنية والصحية إلى جانب رجال الأمن القائمين على تنظيم حركة الحجيج في ساحات جسر الجمرات وعلى مداخله ومخارجه.
وللمزيد ينضم إلينا من مشعر منى علاء محمد موفد أكسترا نيوز إلى المملكة العربية السعودية. إليك الكلمة علاء. إذن فقدنا الاتصال بعلاء، سنحاول العودة له مرة أخرى، وأترككم مع هذه اللقطات الحية من مكة المكرمة. الله أكبر.
مرة أخرى حضرات سادة المشاهدين، نعود إلى زميلي من مشعر منى علاء محمد موفد أكسترا نيوز إلى الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية. إليك الكلمة علاء. نعم مشاهدينا الكرام، يعني كل عام وحضراتكم بكل خير. أتواجد الآن من على مشعر منى للحديث عن فضل أيام، يعني هذه الأيام أيام منى. معي الآن الدكتور خالد عمران أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية. كل عام وحضرتك بخير دكتور خالد. كل سنة وحضراتكم والمشاهدين جميعا والإنسانية كلها بكل خير، ودائما هذه أيام سرور وحياة نتقدم فيها بالتهنئة لجميع مشاهدينا وللإنسانية كلها، بأن وندعو الله أن نعيدها علينا بالخير واليمن والبركات. بداية يعني عايزين نتحدث عن دور دار الإفتاء المصرية مع بعثة وزارة السياحة أو بعثة الحج السياحي هذا العام. الحقيقة الحمد لله دار الإفتاء المصرية بتتمثل في السادة العلماء وأمناء الفتوى الذين يشاركون مع الجهات الدينية الأخرى في توعية الحجيج، وخصوصا في جانب الفتوى، حيث يتواجد بعض أعضاء من دار الإفتاء المصرية أمناء الفتوى من دار الإفتاء المصرية لتغطية جانب الفتوى، واللي هو الجانب الذي يحتاج كثير من الحجيج، خصوصا في مواجهة بعض التضارب الذي يحدث، يصل بعض الأحيان إلى همجية أو شيء من هذا في الإفتاء. العلماء دار الإفتاء متواجدون، علماء دار الإفتاء يردون على أسئلة الحجيج، وعلماء دار الإفتاء يحاولون أن ينحوا بعبادات الناس إلى الصورة الكاملة، الصورة الوسطية، الصورة التي ترضي الله ورسوله. يعني نحن في أيام التشريق، أيام منى، ما هي أفضل الأعمال المستحبة للمتواجدون هنا يعني على منى أو من المتواجدون في المنازل أيضا؟ يعني احنا بالنسبه لنا في 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 منى عندنا امور بنتمم بها الحج، ربنا يتمم علينا وعلى الناس جميعا اعمالهم بكل خير. فمعظم اليوم ونحن في اليوم العاشر من ذي الحجه، معظم الناس اتم امرين من ثلاثه، الامر الاول وهو رمي الجمره العقبه، الامر الثاني وهو الذبح او التوكيل طبعا بالذبح، سواء الذبح الاضحيه او الهدي من عليه هدي أو بعض الناس عليها دم، فهذا الأمر الثاني فيه هذا التوكيل بالذبح. والأمر الثالث وهو بعض الناس طواف القدوم، وهو طواف الركن في الحج، وهو أو الطواف الأساس في الحج. من فعل أمرين من هذه الأمور الثلاثة فإنه يسمى تحلل تحلل أصغر، ويجوز له كل قائمة الأمور التي كانت محرمة عليه ما عدا شأن الزواج، يعني بينه وبين زوجته هو ده الذي يبقى حراما، وينتظر إلى الأيام القادمة من أيام التشريق إلى أن يتم رمي الجمرات ويصبح كل شيء حتى الأمور مع الزوجية حلالا له. هذه وظائف الذي يحضر فينا أنا أتكلم منها. والنبي عليه الصلاة والسلام الحقيقة قال أيام منى أكل وشرب وشرب وذكر لله تعالى، بمعنى أن فيها إطعام طعام وفيها إشاعة للبهجة، سواء للمتواجدين هنا في المشاعر الذين يسهمون خصوصا بعبادة الذبح هذه في التكافل الاجتماعي، أيضا والذين يتواجدون خارج هذه المشاعر عندهم عبادة هي الأضحية وفيها جزء من التكافل الاجتماعي، وده إسهام مهم. الذي نلفت النظر إليه أن أيام منى أكل وشرب وذكر لله تعالى، يعني تكامل بين العبادة وبين حب الحياة. كل عام وحضرتك بخير، بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور خالد عمران أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية على هذا اللقاء. كل عام وحضرتك بخير فندم. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، وكل عام وحضراتكم بكل الخير. كنت معكم مع هذا اللقاء من على مشعر منى. أنقل الكلمة الآن إليك حسام. شكرا جزيلا لك زميلي علاء، وتقبل الله منك ومن ضيفك الكريم. شكرا جزيلا لك، سنتابع معك بكل تأكيد حتى تعود مرة أخرى إلى
مصر بسلام. إلى هنا حضرات السادة المشاهدين نكون قد وصلنا لختام هذه الجولة من المتابعة الإخبارية، نشكركم شكرا جزيلا، ولمزيد من الأخبار دائما تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. دمتم في أمان الله سالمين.